من خلال لوحات تجمع بين دقة التشخيص وجمالية التجريد، وتعبر عن تأثير التكنولوجيا والتحولات الاجتماعية على حياة الإنسان المغربي. تتنوع المشاهد المطروحة في لوحة الفنان التشكيلي بوعبيد بوزيد خلال معرضه الذي احتضنه رواق فن المدينة بطنجة بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. فهذا المعرض كيجي في واحد الظرف بالنسبة لي ظرف تاريخي بزاف، لأن الأعمال المعروضة فيها مرحلتين، فيها مرحلة ما قبل كورونا ومرحلة خلال كورونا. فكنا كنعيشوا قبل من كورونا، كنا كنعيشوا واحد الحياة اللي هي مستقرة، وهاد الأعمال اللي كاين في هاد الأعمال ديال ما قبل كورونا هي يغلب عليها الطابع ديال الطفولة والحياة ديال الطفولة، لأن أنا في هاد السن هذا لما كنقوم بالاسترجاع ديال الماضي كنكتشف أن أهم مرحلة اللي مرت عليا في حياتي وكانت مرحلة بريئة جدا هي مرحلة الطفولة. المشاهد المطروحة في لوحات بوعبيد بوزيد تتنوع بين أطفال يعيشون في وضعيات اجتماعية مختلفة، ومشاهد فولكلورية من التراث المغربي ممزوجة بأرقام وأشكال ميكانيكية تعكس الحضور الطاغي للتكنولوجيا وأثرها على الحياة الاجتماعية للشباب. الأعمال هذه كذلك فيها الأرقام، والأرقام عندها علاقة بالرقمنة. الآن ملي بدأت الحواسيب وبدأت الجانب الإلكتروني ودخلنا الرقمي، أصبح الرقمي واحد الحاجة اللي ينفرض علينا، فرض علينا في الحياة العامة، من المكتب، من البيت، من الحياة العامة كلها دخلت فيها الرقمنة، إلى درجة أنه أنا كنخاف بالك هذا الرقمنة ترجع كتحكم فينا. بوعبيد بوزيد يعد واحدا من الفنانين المغاربة الذين بصموا تاريخ الفن التشكيلي الحديث، يتمتع بإبداع فني فريد ورؤية اجتماعية عميقة. من خلال معرضه الحالي ينقل بوزيد رسالة قوية حول تأثير التكنولوجيا تبرز التوتر القائم بينها وبين الطبيعة البشرية.